مهلا، خبر جديد؟ هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اجتمع دايلر، أحمد نشيط، نارين بيوتي ومو فلوس هالمرة في عمل جديد، ولأول مرة في عمل موحد. حيث شفناهم من خلال هالفيديوهات اللي نشروها على ستوريهات الانستغرام عم بيصوروا لشي مبين انه حيكون احترافي وكتير حلو، حيث شفنا مجموعة من المصورين وكان في كمان اخراج. فسألت احمد النشيط وكان جوابه انه حيكون عبارة عن فيلم قصير، حيث الفيلم تصور في صحراء دبي. ولتفاصيل اكتر حنعرف بكرة، احمد النشيط حينزل بوست على الانستغرام. Cinderbirds. We're gonna move in closer, reveal you guys. She's gonna start vlogging. Okay? She's gonna start vlogging. مهلا، خبر جديد. هل أنت مستعد لاستقبال كم من هائل من أخبار اليوتيوبرز؟ أهم الأعمال التي يقومون بها، أبرز الخطوات من مسيرتهم على اليوتيوب، من تقديم صاحب القناة إياد. كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فقط على قناة جوك تي في.